اشترك في قناة الساحر وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. حماتك تكرهك، كيف تتعاملين مع هذه المشكلة؟ هل هي مشكلة أزلية أم صراع أسطوري لا وجود له؟ تثور المشاعر عندما تلتقي الحمات وزوجة الابن. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على طبيعة العلاقة بين الحمات وزوجة ابنها، وسنناقش أيضا كيف يمكن لزوجة الابن هذه أن تعرف فيما إذا كانت حماتها تكن لها الكره والعداوة. أولا، ما هي طبيعة العلاقة بين الحمات والكنة؟ يصف البعض العلاقة بين الحمات وزوجة الابن كعلاقة القط بالفأر، والبعض الآخر يرى أنها علاقة كغيرها من العلاقات الإنسانية، لها جانب مشرق وآخر مظلم، ولا سيما أن هذه العلاقة تعتبر من أكثر العلاقات التي تلقى آذانا صاغية وشهية مفتوحة للتعرف والتطفل على أدق التفاصيل التي يمكن أن تحدث بين الحمات وزوجة الابن. ومن تبعات هذا الصراع نجد أن الجميع ينظر بعين الترقب متى ساعة انفجار القنبلة الموقوتة بينهما، ومن التي سيكون لها السبق في انفجارها، حيث أن الحمات تعتقد زوجة ابنها ضرة لها لأنها باتت تحتل مكانة في قلب ابنها، في حين تريد زوجة الابن أن يكون زوجها ملكها فقط. وفي هذا الوضع المتوتر يكون موقف الابن في وجه المدفع كما يقال، فهو لا يعرف كيف يتصرف، حيث إن كل من الطرفين يسعى جاهدا لكسبه إلى صفه. ثانيا، كيف يمكنك أن تعرفي أن حماتك لا تحبك؟ إليك جملة من العلامات التي من شأنها أن تدلك على ذلك. أولا، شعورك بعدم الراحة. إن شعورك بعدم الراحة أثناء التعامل معها وإحساسك دائما بأنها لا تراك جيدة بشكل كاف وغير راضية عنك، بل هي فقط تتحملك من أجل ابنها، هو دليل على أنها تكرهك. ثانيا، تتحدث عن خطيبة زوجك السابقة. إنها تتحدث باستمرار عن خطيبة زوجك السابقة وكم كانت رائعة، مما يشعرك بالضيق والحزن، وهنا يجب أن تتحدثي إلى زوجك وتصارحيه بأن هذا الأمر يخدش مشاعرك. ثالثا، الانتقاد المستمر. فإذا لاحظت أنها تنتقد مظهرك باستمرار، عاداتك وطموحاتك وتقاليد عائلتك، فهذا يثبت كرهها لك، وهنا يجب أن يقف زوجك في صفك ويتحدث معها بهذا الشأن على انفراد. رابعا، تتجاهلك. إن من علامات كره حماتك لك أيضا هي أنها تتجاهلك في المناقشات العائلية، ناهيك عن عدم دعوتها لك لزيارتها، بل دعوة ابنها فقط. خامسا، نسيانك. غالبا ما تتسبب كراهية حماتك لك في استبعادك من أحداث عائلية معينة، وقد يرجع نسيانها لك نتيجة لغيرتها من علاقتك بابنها أو إنجازاتك. سادسا، لا تسأل عنك أو عن حياتك. إذا وجدت أن حماتك ودودة مع كل الناس إلا أنت، وأنك لا تشعرين بالراحة عند تعاملك معها، فهذا يدل على استيائها منك. سابعا، لا تعتذر لك. فإذا حدث خلاف بينكما وقالت لك شيئا على غرار أنا آسفة إذا كنت قد فهمت أن كلامي مهينا لك، فهذا ليس اعتذارا، بل هي تلومك على سوء الفهم وأنك لا تحتلين مكانة حب في قلبها، فالاعتذار الحقيقي هو تحملها الكامن لمسؤولية الخطأ. فمن الطبيعي أن تشعري بالضيق والكدر عندما تكون حماتك لا تحبك، لأنها تشكل 90% من مصدر سعادتك أو تعاستك. لذا عليك أن تبذلي أقصى جهودك لكي تجعلي حماتك تحبك، وعليك أيضا إظهار الاهتمام بها حتى تصبح علاقتكما أفضل ويسود الاستقرار في حياتك الزوجية.
اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.